السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عملنا دايمنشن مثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل دوت، طيب دي كده القيم مكتوبة. ممكن اقول لا انا مش عايز القيم تبقى مكتوبة، انا عايز الاكواليتي، فيقول لي ان دول مثلا اكواليتي، او ممكن اقول له احط لي كلهم مجموعهم مع بعض. لو حطيناهم كلهم مع بعض كده اه كده جبنا مجموعهم كلهم، بس برضه ما تكونش مفهوم. خلينا نشوف حاجة جديدة. قالوا هنا أنا ممكن أجي هنا الكواليتي تكست دي، ممكن تكتب أي حاجة أنت عايزها. طيب المعادلة بقى ممكن تيجي هنا، هو بيكتب لك التوتال اللينس. طيب ممكن تقول له طب أنا عايز عدد القطع اللي موجودة، وعايز الطول كل قطع فيهم بالشكل دوت. تمام. طيب ممكن تطلع دي كده فوق وتخلي التوتال هو اللي تحت، تقدر تعدل زي ما انت عايز يعني. ده مش اسطمبة، والا كان هخليها حاجة ثابتة. انت تقدر تعدل وتشيل وتحط زي ما انت عايز. ممكن تخليها مثلا الويتنس لاين زي ما انت عايز. طيب هنا ده عدد القطع اللي هي النمبر، وده طول القطعة الواحدة. طيب يعني قلت له اوكي وقلت له اوكي، وبعد كده جيت هنا قلت له اكتب لي الفورمولا، كتبهم كلهم ورا بعض فمش مفهومة خالص. هقول له اديت. طيب وهاجي هنا احاول اميزها، مثلا ممكن تكتب كلمه قبل ديت وكلمه بعديها، مثلا حط هنا قوس هنا وقوس بعد دوت. دي قبلها القوس كده قوس كده، وبرده دي قوس كده دي قوس كده. تمام. طيب خلينا نقول اوكي نشوفها بقت بالشكل دوت. طيب عايزة تكون اوضح. تمام. عايز اللي يشوفها من اول مره يفهم وعايز اقول له، فأقول له إن ضرب طول القطعة في عددهم هيساوي الرقم الإجمالي. أوكي، فيبقى بالشكل ده، إن كل قطعة فيهم 6 متر 500 وهم 4 قطع، فمجموعهم هيساوي ال 26,000.